خلال استقباله رئيس زامبيا، السيسي يؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من التجمعات الإقليمية الإفريقية التي تجمع البلدين. رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد الجاهزية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. والعبادي يؤكد أنه سيستعيد المناطق الحدودية الواقعة تحت سيطرة الأكراد قريبا دون عنف. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من اللايف، أهلا بكم. أهلا بك لبنى وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الجولة الإخبارية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة حسن إدارة أصول الدولة واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح المواطن، وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ومحافظي مطروح لمتابعة خطة الحكومة لتنمية إقليم غرب مصر، وجاء الرئيس بضرورة استغلال المزايا والمقومات السياحية بالإقليم والعمل على إنشاء كيانات متكاملة تشمل المرافق والخدمات اللازمة بما يساهم في توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية. بدوره استعرض محافظ مطروح عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، منها إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف ومدينة ترفيهية عالمية، بالإضافة إلى إقامة ميناء بحري للركاب وآخر تجاري. من ناحية أخرى، استقبل الرئيس السيسي نظيره الزامبي جارة ألونجو، وقد تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تنموية متعددة، فضلا عن تطوير التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين، أكد الرئيس السيسي ضرورة تعظيم الاستفادة من التجمعات الإقليمية الإفريقية القائمة التي تجمع البلدين، وأشار السيسي إلى اتفاق الزعيمين على أهمية المضي قدما في تفعيل جهود الاندماج والتكامل الإفريقية بخطى عملية ثابتة تحقيقا لأجندة التنمية لعام 2063. ولقد تباحثت اليوم مع أخي الرئيس لونجو بشأن تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، حيث اتفقنا على أهمية تكثيف الجهود معا والاستمرار في التنسيق والتشاور لما فيه صالح قارتنا الإفريقية. كما اتفقنا على أهمية المضي قدما في تفعيل جهود الاندماج والتكامل الإفريقي بخطى عملية ثابتة تحقيقا لأجندة التنمية 2063، فضلا عن تعظيم الاستفادة من التجمعات الإقليمية الإفريقية القائمة، ومنها تجمع الكوميسا الذي تنتمي إليه كل من مصر وزامبيا. الرئيس السيسي أكد كذلك حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع زامبيا، خاصة مع تزايد نشاط الشركات المصرية العاملة في زامبيا في العديد من المجالات كالكهرباء والاتصالات والإنشاءات. وأؤكد لكم أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع تزايد نشاط الشركات المصرية العاملة في زامبيا في العديد من المجالات كالكهرباء والاتصالات والإنشاءات. وأؤكد لكم تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لاستغلال الفرص المتاحة لدى البلدين، كما لا يفوتني أن أؤكد حرص مصر على الاستمرار في تطوير علاقتها المتميزة مع زامبيا في مختلف المجالات. هذا وشهد رئيس السيسي ونظير الزامبي إدغار لونغو شهدا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في قطاعات عدة، اقتصادية والصحة والزراعة والري والصناعة. تعتبر العلاقات المصرية الزامبية من أقدم العلاقات وأوثقها بين دول القارة الإفريقية القارة السمراء في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، ولعبت مصر دورا كبيرا في استقلال زامبيا، وكانت مصر أول دولة عربية اعترفت باستقلال زامبيا عن الاحتلال البريطاني في 24 من شهر أكتوبر لعام 1964، وهي أول دولة عربية تنشئ سفارة في العاصمة لوساكا.
واحدة من الدول الأسرع إصلاحا اقتصاديا في العالم، هكذا صنفها البنك الدولي في عام 2010. إنها زامبيا التي تحتضن عاصمتها لوساكا المقر الرئيسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وتعد مصر أحد أعضاء هذا السوق. وترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع زامبيا في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث لعبت دورا كبيرا في استقلال زامبيا، كما أن مصر أول دولة عربية اعترفت باستقلال زامبيا عن الاحتلال البريطاني عام 1964، وأول دولة عربية تنشئ سفارة لها في العاصمة لوساكا. زامبيا أو رسميا جمهورية زامبيا هي بلد غير ساحلي تقع في الجزء الجنوبي من قارة إفريقيا. يمثل النحاس أكثر من 80% من عائد الصادرات في زامبيا، كما توجد في زامبيا مناجم للرصاص والزنك بالإضافة إلى خامات الفحم الحجري، ويعد إنتاج مشتقات النحاس أهم الأنشطة الصناعية. أما أهم المنتجات الزراعية في البلاد فهي الذرة الشامية، وتوجد أيضا محاصيل رئيسية أخرى مثل البن وقصب السكر والتبغ. بدأت مرحلة النمو الاجتماعي والاقتصادي واللامركزية الحكومية في زامبيا في عهد الرئيس الراحل موانا واسا، الذي ترأس زامبيا خلال الفترة من يناير 2002 وحتى وفاته في أغسطس من عام 2008، ويعود إليه الفضل في حملات الحد من الفساد وزيادة مستوى المعيشة. ويحكم البلاد حاليا الرئيس إدغار لونغو، الذي تم انتخابه في يناير من عام 2015 ليصبح الرئيس السادس للبلاد منذ استقلالها. وتتخطى العلاقات بين مصر وزامبيا البعد السياسي وتصل إلى مستوى تقارب بين شعبي البلدين، كما يعتبر التعاون الثقافي ركيزة أساسية في التعاون وتقوية العلاقات بين الدولتين. تابع المزيد عن العلاقات بين مصر وزامبيا في هذا العرض مع محمد الشاذلي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تتخطى العلاقات بين مصر وزامبيا البعد السياسي، فهي لا تقف عند حد الزيارات المتبادلة والاتفاقات السياسية والاقتصادية، بل إنها تصل إلى مستوى التقارب بين شعبي الدولتين، حيث يعود تاريخ العلاقات بين مصر وزامبيا إلى فترة الستينيات، عندما استضاف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كينيث كاوندا رئيس حركة التحرير الزامبية ضد الاحتلال البريطاني، ثم استضافه مرة أخرى عندما أصبح رئيسا للدولة في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. وبحصول زامبيا على استقلالها من الاحتلال البريطاني في أكتوبر من عام 64، كانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال البلد الأفريقي. لم تكتف القاهرة بالاعتراف باستقلال زامبيا، بل سارعت أيضا بتدشين علاقات دبلوماسية رسمية مع لوساكا، فكانت لديها أول سفارة عربية هناك. سريعا ما بدأت مصر تحتل مكانة خاصة في أذهان المواطنين بزامبيا، حيث سجلت شوارع رئيسة في قلب العاصمة لوساكا بأسماء مصرية. هناك شوارع القاهرة وناصر وشارع السويس. يعتبر التعاون الثقافي ركيزة أساسية في التعاون وتقوية العلاقات ما بين مصر وزامبيا. يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الزامبية، وهو ما ساهم في عشق الزامبيين لمصر ورغبتهم في الذهاب إليها وزيارة معالمها السياحية، وذلك بحسب ما ذكره السفير المصري رجاء نصر. من بين الفعاليات الترفيهية المنتظمة والتي تحرص مصر على تقديمها للشعب الزامبي هي السيرك المصري، الذي يشارك في المناسبات الهامة من خلال تقديم العروض منذ عام 1919، وهو الذي يحظى بإشادة الرئيس الزامبي. المواطنون في زامبيا يعرفون أيضا التنورة المصرية، والتي شاركت في العرض الأساسي باستاد زامبيا عام 2014 الرئيس بحضور زعماء القارة الأفريقية احتفالا بمرور 50 عاما على استقلالها.
نأتي إلى دور الأزهر، وهو يقوم بإرسال الكتيبات الإسلامية والمصاحف للمسلمين الزامبيين، ويحظى أيضا بمكانة عالية بين المسلمين في زامبيا. يفد الأزهر 3 مشايخ لتعليم صحيح الدين الإسلامي الوسطي المعتدل في المدارس الإسلامية، شيخان في العاصمة لوساكا وشيخ في إندولا العاصمة التجارية. كما تحرص وزارة الأوقاف على دعوة مفتي زامبيا للمشاركة في المؤتمرات التي تعقدها الوزارة. مؤخرا شارك المفتي الزامبي في مؤتمر نظمته وزارة الأوقاف المصرية في محافظة الأقصر، فضلا عن قيام الوزارة بإرسال بعض الكتيبات الإسلامية والمصاحف للمسلمين الزامبيين. كانت هذه مشاهدينا الكرام لمحة سريعة عن تاريخ العلاقات ما بين مصر وزامبيا. شكرا للمتابعة. التقى القائد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي والوفد المرافق له بوزيرة دفاع الهند نيرمالا سيثارامان خلال زيارته الرسمية إلى الهند، والتي بدأت يوم الأحد الماضي. وتم إجراء مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية والاستراتيجية بين البلدين. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة رئيسة للمشروع التدريبي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات رماية الماينز، الذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة دفع الأنساق المدرعة لتطوير الهجوم واختراق الدفاعات والاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية واستكمال تنفيذ المهمات القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه واستكمال تنفيذ باقي المهمات. أظهر المشروع المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، كذلك السرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها. وصلت عناصر من القوات المسلحة الأردنية إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك العقبة 3، والذي يستمر لعدة أيام خلال الشهر الجاري. وتشمل الفعاليات التدريب على عدد من الأنشطة التدريبية لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين، وتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق لمواجهة التهديدات غير النمطية وما تفرضه التحديات الراهنة والمحتملة. ويجرى التدريب بمشاركة عناصر من التشكيلات البرية من المنطقة الجنوبية العسكرية ووحدات من الأسطول الجنوبية وعناصر من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية. انطلقت مساء اليوم فعاليات تدشين حملة علشان تبنيها بالإسماعيلية بمشاركة وكيل البرلمان سليمان وهدان ولواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من أعضاء مجلس النواب. بدأت الاحتفالية التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية بكلمة أكدت فيها النائبة أمال رزق الله أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف جميع المصريين خلف الرئيس السيسي الذي أنقذ مصر من الدمار ويقود معركة التنمية في كل أرجاء الجمهورية ويعمل ليلا ونهارا من أجل الوطن والمواطن. التقى وزير الخارجية سامح شكري في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في ختام جولته العربية الحالية. ونقل شكري إلى ولي العهد السعودي رسالة شفهية من الرئيس السيسي تؤكد عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية ودعم مصر للمملكة في مواجهة التحديات، فضلا عن أهمية تعزيز آليات التنسيق والتشاور من أجل وضع رؤية عربية مشتركة تحافظ على مقدرات الدول العربية واستقرارها. وتناولت المباحثات بين شكري وبن سلمان الأوضاع الإقليمية ومنها أزمة قطر والأوضاع في لبنان وموضوع سد النهضة الإثيوبية، حيث أكد الجانبان على أن أي ضرر يصيب أي دولة من الدولتين هو ضرر للطرف الآخر. إذن مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة وتتابعون معنا بعد قليل. روسيا تعلن أنها أبلغت دمستورا نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري بداية ديسمبر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونوالي تقديم الأخبار. يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا ثلاثيا غدا حول ليبيا، وذلك بقصر التحرير. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل حل الأزمة الليبية ودعم مسار العملية السياسية للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عجيلة صالح جويدر. وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بالحيج أن المجلس ناقش خلال الجلسة المبادرتين المقدمتين من البعثة الأممية بشأن مقترحات تعديل مهام السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي، والثانية التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة. استأنف مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية بمقره بمدينة طبرق برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي النائب الثاني وأكثر من 60 نائما. اليوم تم مناقشة المبادرتان المقدمتان، الأولى من البعثة الأممية وكذلك المبادرة التي قدمت من عدد من سادة أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة المصرية القاهرة. تم مناقشة ومداولة هاتين المبادرتين اللتان تقتربان من بعضهما بشكل كبير في المحتوى. بعد ذلك علقت الجلسة للاثنين القادم على أن تحالل المقترحان للجنة الحوار لدراستهم بشكل مستفيض وتقديم حوصلة نهائية لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم للتصويت عليه في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولإتاحة فرصة أيضا للسادة أعضاء مجلس النواب للحضور خلال الأسبوع القادم الذي سوف يشهد بإذن الله سبحانه وتعالى الفصل في الصيغة النهائية للجنة الحوار ولمجلس النواب فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي. وبذلك يوجه أو توجه رئاسة مجلس النواب الدعوة لكل السادة أعضاء مجلس النواب بضرورة الحضور الأسبوع المقبل إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق. وفي تصريحات خاصة إلى أونلايف، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح عقب لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جاهزية المفوضية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشأن الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. أوضحنا للسيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لكي تقوم بتنفيذ هذه الاستحقاقات القادمة، ووضحنا للسيد والسادة الحضور قدرة المفوضية ومتطلبات العملية الانتخابية لهذه الاستحقاقات وما يجب أن يتم خلال الفترة القادمة. وفي لبنان، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الاستقرار والأمان يجب أن يكون في المنطقة كلها وليس في لبنان وحده. وجاءت تصريحات باسيل من باريس ضمن جولة أوروبية بدأها من بروكسل في إطار حشد الدعم في قضية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه سيعود إلى لبنان خلال يومين، مشددا على أنه بحالة جيدة هو وأسرته. وبتغريدة يعاود الحريري التواصل من جديد مع اللبنانيين عبر تويتر، نافيا الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه بسبب اختفائه لأيام بعد إعلان استقالته احتجاجا على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كانت وسائل إعلام سعودية قد نقلت عن البطريرك اللبناني بشار الراعي قوله إن الحريري سيعود إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، مؤيدا أسباب استقالته. وجاءت تصريحات البطريرك بعد لقائه أو لقاء جمعة بالحريري في وقت سابق من اليوم في مقر إقامته بالرياض. ومنذ بدء مشواره السياسي لم يكن طريق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري معبدا أو خاليا من العراقيل التي كان يفرضها الظرف السياسي الدقيق للبنان طوال الوقت، فلطالما كان لبنان ساحة تتصارع فيها القوى الإقليمية الخارجية مضيقة المساحة أمام الساسة وصناع القرار في لبنان، ما دفع بالحريري إلى الاستقالة في نهاية الأمر. إغلال سياسية كبلته طوال وجوده في استودة الحكم، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقال من خلال كلمة ألقاها عبر التلفزيون السعودي بطريقة كانت هي أقوى مثال يسلط الضوء على ما عاناه بعد اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005. وكان دخول المعترك السياسي أمرا غير متوقعا، لتأتي بعدها معظم قرارات مهمة مدفوعة بعوامل خارجة عن سيطرته نتيجة اعتماد الزعماء السياسيين على رعاة خارجيين.
ولطالما كان لبنان ساحة تتعارك فيها قوى إقليمية مثل إيران لتحقيق مكاسب سياسية. شائعات حول استدعاء الحريري للعاصمة السعودية وإرغامه على الاستقالة ووضعه رهن الإقامة الجبرية خرج هو لينفيها مؤكدا خلال مقابلة تلفزيونية أنه سيعود إلى لبنان خلال الأيام المقبلة وربما يعيد النظر في استقالته. بدكم ارجع ليلي برجع ليلي، بدكم ارجع بكره برجع بكره، بس اذا ما بدكم ارجع ارجع هلا والا يعني ما في شيء ممكن. خلينا نوقف الاشاعات اني حافظ على حياتي وانتم مستغنين عني، برجع ما عندي مشكله، بس انا عندي لحظه بدي ارجع فيها وحتكون قريبه جدا خلال يومين ثلاثه. بيان الاستقالة المفاجئ تضمن قائمة طويلة من الشكاوى بشأن سلوك إيران وحزب الله حليفها في لبنان والذين اعتبرهما الحريري يبثان الفتنة في الوطن العربي. وفي محاولة منه لإنهاء حالة الشلل السياسي ذو الصبغة الطائفية في لبنان وافق الحريري قبل عام على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية مع الرئيس ميشيل عون الذي يعتبره الحريري خصما سابقا وحليفا لحزب الله الذي انضم أيضا إلى الائتلاف. الحريري بدأ ملتزما بهذا الحل الوسط حتى اللحظة التي توجه فيها إلى الرياض بعد أن أبلغ مسؤولين بخططه لإجراء مناقشات لدى عودته، مؤكدا في تغريدة له على موقع تويتر أن عودته ستكون خلال يومين، مشددا على أنه بحالة جيدة هو وأسرته، ضاحدا الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه. وفي الملف السوري أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جناتي جاتيلوف أنه أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا بأن روسيا تنوي عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في بداية ديسمبر المقبل. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن محاربة الإرهاب لا يعد بطاقة دخول إلى سوريا والبقاء فيها لبعض الدول بعينها أو التحالفات، وذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بشأن تواجد القوات الأمريكية في سوريا. قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمة له على التلفزيون السوري إن الحرب أنهكت سوريا لكنها لم تسقطها. أضاف الأسد أنه لا يمكن للجيش أن يصمد مهما تلقى من دعم خارجي دون احتضان داخلي، وتابع أن كل الحروب كانت باتجاه نزع القومية العربية عن سوريا، وشدد أن الهدف الأساسي من الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ 7 سنوات هو إعادتها والمنطقة قرونا إلى الوراء. اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول سوريا، إذ اتهمت موسكو واشنطن بأنها تقدم دعما وغطاء لتنظيم داعش الإرهابية وأنها حالت دون توجيه ضربات للتنظيم في مدينة البوكمال. في المقابل يقول وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده مستمرة في قتال داعش مهما طال الأمر. تضارب وصراع، هكذا يمكن وصف الموقف الأمريكي الروسي في سوريا. فالولايات المتحدة التي تملك 13 قاعدة عسكرية يقابلها 7 روسية تسعى إلى تقويض إيران في سوريا من خلال طرد القوات الموالية لإيران، بينما تؤكد روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافاروف أن بلاده لم تتعهد بضمان انسحاب تلك القوات من سوريا. الاتهامات المتبادلة بين الدولتين تصاعدت بعد اتهام روسيا للولايات المتحدة بتقديم غطاء لوحدات تنظيم داعش في سوريا وأنها تتظاهر بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، وعززت روسيا اتهامها لواشنطن بأن الأخير عرقلت ضربات جوية روسية على متشددي داعش حول مدينة البوكمال. الرد الأمريكي جاء على لسان وزير الدفاع جيم ماتيس الذي أكد أن بلاده ستحارب متشددي داعش طالما ظلوا يريدون القتال وأن دور بلاده بعيد المدى في مناطق تواجد داعش. التضارب الفعلي بين مواقف القوتين بدا مختلفا في تصريحات كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد على مواصلة جهودهما المشتركة لتحقيق السلام في سوريا بما في ذلك توسيع نطاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي. محاولات عدة يبذلها الجيش السوري لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش يقابله صراع لفرض سيطرة من القوتين العظميين، وتبقى سوريا واقعة بين أتون الجماعات المتشددة والصراعات بين الدول الكبرى الساعية وراء مصالحها الاقتصادية والعسكرية.
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه سيتخذ قريبا اجراءات بشان المناطق الحدوديه الواقعه تحت سيطره الاكراد، لكنه سيستعيدها من دون عنف. اضاف في مؤتمر صحفي ان الحكومه في بغداد ستستعيد المناطق دون تصعيد ولن تنتظر للابد، وستتخذ اجراءات حيال المناطق الحدوديه. من جهتها أبدت حكومة إقليم كردستان العراقية احترامها لقرار المحكمة الاتحادية حول وحدة العراق، داعية إلى البدء بحوار شامل لحل الخلافات. وقالت حكومة الإقليم في بيان لها إنها تدعم جميع المبادرات باتجاه بدء حوار وطني شامل، وفي مقدمتها مبادرة السيستاني وبعض الشخصيات العراقية والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور لحل الخلافات، وذلك بما يضمن تطبيق جميع المواد الدستورية بضمها لحماية حقوق والسلطات والاختصاصات باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور. أعلن المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه بموقع تويتر عن بدء ألمانيا رسميا في تحقيقات سحب تنظيم كأس العالم من قطر، وأضاف الهيل أن ألمانيا بدأت خلال الأسبوع الماضي خطوات إجرائية للكشف عن ملابسات اختيارها لاستضافة كأس العالم 2006 ومدى التورط القطري محمد بن همام في تلقي رشاوى للتصويت لألمانيا، لافتا إلى أن النظام القطري لعب دورا كبيرا في إفساد التصويت لمونديال 2006 في ألمانيا، وهو ما مهد لوجود فساد في تصويت كأس العالم لعام 2010 قبل أن يمنح مونديال 2022 لقطر. تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجيرا انتحاريا استهدف مقرا أمني بمدينة عدن جنوبي اليمن أوقع عشرات قتلى. ووقع الانفجار قرب مركز عمليات أمن المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني في حي عبد العزيز، مخلفا دمارا كبيرا بالمبنى والمنازل المجاورة. بدورها قالت مصادر طبية إن سيارات إسعاف هرعت إلى الموقع في محاولة لانتشال الضحايا. وفي الشأن الفلسطيني، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية دعمه الكامل لاجتماع الفصائل الفلسطينية القادم بالقاهرة، وشدد المجلس على أهمية الوصول إلى اتفاق على الملفات المطروحة خاصة الملف الأمني، وبما يمكن الحكومة من الاطلاع بمهامها كاملة حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنية. كما أكد المجلس أن نجاح حكومة الوفاق يكمن في وضع حلول واضحة وجذرية للقضايا كافة وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا الناجمة عن الانقسام، وذلك من خلال اللجنة القانونية. أدانت كوريا الشمالية مشاركة حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية. واعتبر سفير كوريا الشمالية في رسالة بعث بها للأمم المتحدة أن إجراءات المناورات تؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية. وتشارك في المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية التي توشك على الانتهاء في غرب المحيط الهادي ثلاث حاملات طائرات أمريكية إلى جانب سبع سفن كورية جنوبية وثلاث مدمرات. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء يؤكد سعي الحكومة لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. ونوالي تقديم هذه الساعة الإخبارية، حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في شمال ولاية كاليفورنيا. نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول بمكتب قائد شرطة المنطقة أن سلطات إنفاذ القانون قتلت المهاجم وأن عددا من التلاميذ نقلوا جوا نتيجة إطلاق نار في مدرسة رانشو تيهاما قرب منطقة كورنينغ. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون غدا مع قائد جيش ميانمار مين أونغ هلينغ، وذلك لبحث الأزمة في ولاية راخين. ويأتي ذلك بعد اجتماع تيلرسون على هامش قمة الآسيان في الفلبين مع زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي التي تقتسم حكومتها السلطة مع الجيش،
ولا سلطة لها على قادته. وقالت الخارجية الأمريكية أن تيلرسون سيشدد خلال لقائه مع هيلانغ على ضرورة وقف العنف وتحقيق الاستقرار في ولاية راخين في مسعى لتهدئة أزمة مسلمي الروهينجا. انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي روسيا بلهجة حادة ودعت حلف شمال الأطلسي للتصدي لما وصفته بالأعمال العدائية لموسكو. وخلال كلمة لها في مناسبة محلية بلندن قالت ماي إنه يتعين إصلاح حلف شمال الأطلسي من أجل الردع والتصدي بشكل أفضل لأنشطة روسيا وزيادة الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا وتعزيز سياسة المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة كانت لضمان أمنها ومؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تريد حربا باردة جديدة. أعلن الكونغرس الأمريكي استجواب وزير العدل جيف سي شونز مجددا في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وما إذا كان هناك فعلا تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب. وسيمثل سي شونز أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب أعضائها الجمهوريين والديمقراطيين. وكان سانجز قد أكد خلال جلسة لاستماع قرار تعيينه أنه لم يجري أي اتصال مع مسؤولين روس خلال هذه الحملة. قالت الشرطة الأفغانية إن سلسلة هجمات نفذتها حركة طالبان استهدفت نقاط تفتيش ما أدى إلى مقتل 22 شرطي وإصابة 15 آخرين في إقليم قندهار جنوبي البلاد. وأعلنت السلطات مقتل 45 متمردا وإصابة 35 آخرين، مشيرة إلى أن مسلحي طالبان لم يتمكنوا من الاستيلاء على أي نقطة تفتيش خلال الهجمات التي جرت في الليل. قال ضياء دوراني المتحدث باسم قائد شرطة قندهار إن القوات قتلت إلى أن تلقت تعزيزات ودعما جوي وألحقت هزيمة بالمسلحين. وبالعودة للأخبار المحلية، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل سعي الحكومة لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات. وخلال لقاء الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التابعة لشركة مارسك العالمية بحضور وزيري الكهرباء والنقل، شدد إسماعيل على أن الدولة تقوم بنهضة شاملة في جميع المجالات، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل مع الشركات العالمية في مجال المشروعات التنموية. من جانبه أعرب المسؤول الأجنبي عن تطلع شركته إلى المزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا رغبة شركته للمساهمة في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وبخاصة مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة. قالت جانيت هيكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن استمرار الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بذات السرعة الحالية سيجعل وجه مصر مختلفا تماما بعد عام من الآن. وشددت هيكمان خلال حوارها مع الإعلامي أيمن صلاح ببرنامج أسواق وأعمال المذاع عبر فضائية أونلايف على أن حجم الإنجازات التي حققتها القاهرة يستدعي الكثير من الفخر، ويجب الحفاظ على إنجازات الإصلاح الاقتصادي بمصر. حسناً، مصر هي النجم الصاعد خاصة في المنطقة فيما يتعلق بقرارات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنتها، وبصفة خاصة خلال 18 شهراً الماضية. لقد مر عام الآن على اتخاذ مصر قراراً صعباً وشجاعاً بتحرير العملة، إلا أن هذه القرارات باتت تؤتي ثمارها، فالنمو شهد ارتفاعاً على مدار 7 سنوات، وتقييم الاستثمار في البورصة عند مستوياتها المرتفعة، ونشهد تحولاً نحو الرغبة في الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، الشيء الذي لم يكن واضحاً في السابق كما هو الآن. شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتور سحر نصر توقيع 7 اتفاقيات بين رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص. وتتضمن الاتفاقيات التي وقعتها الوزيرة أثناء افتتاحها للمنتدى الإقليمي للاستثمار من أجل النمو المستدام اتفاقية تمويل بقيمة 10 ملايين دولار للبنك الأهلي الكويتية، وتمويل بقيمة 30 مليون دولار لبنك الأسكندرية لدعم الطاقة المتجددة، وتمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كرم المجلس القومي لشؤون الإعاقة حديد المصريين وشبكة قنوات أون تقدير لجهودهما لدعم ذوي القدرات الخاصة واطلاعهما بالدور المجتمعي في الوقوف إلى جوار متحدي الإعاقة وتسليط الضوء عليهم لتنمية القدرات التي تميزهم. احتفالية كبرى أقامها المجلس القومي لشؤون الإعاقة بالتعاون مع الاتحاد النوعي للأندية الروتارية في يوم التميز لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال والشخصيات الداعمة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. نقل الصورة الإيجابية دي للمجتمع عن الأولاد ذوي الإعاقة دي مطلوبة، بالذات لما بتبقى في مجالات برة موضوع الرياضة والفن والثقافة، لأنهم فعلا متفوقين في مجالات تانية عايزين نبرزها زي العلم وزي العمل. على رأس المكرمين حديد المصريين وشبكة قنوات أون من خلال دعمهم الدائم والواضح لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم السباح محمد الحسيني الذي حاول عبور المانش. دعمنا محاولة عبور المانش لمحمد الحسيني، ده دور مهم جدا بالنسبة لنا لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا بشكر الدكتور أشرف مرعي ان هو ادانا فرصة زي كده، وده مش جديد على اعلام مصريين اللي احنا احدى شركاتها اللي بيرأس مجلس ادارتها الاستاذ احمد ابو هشيمة. الاستاذ احمد ابو هشيمة ليه باع طويل في الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي او المسؤولية الاجتماعية، وهو بيدعم القرى الاكثر فقرا. بالنسبة لحديد المصريين، بالنسبة لنا دعم ذوي الاحتياجات الخاصة جزء اساسي من استراتيجياتنا لخدمة المجتمع وهدف احنا حطيناه منذ البداية لما ابتدينا برامجنا المجتمعية من سنة 2012، ان احنا ازاي نساعد وندعم ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كنا متولين رعاية فريق الصم والبكم من 2012 في كل الدورات اللي شارك فيها والبطولات العالمية، فريق البارالمبيات، فريق الاولمبياد الخاص. محمد الحسيني يمكن ده كان اخر ملف احنا اشتغلنا فيه او بدأنا رعايته. هو يعني احنا بنشوف ان ذوي القدرات الخاصة في مصر بيقدموا نموذج للمجتمع بإصرارهم وعزيمتهم بتحقيق إنجازات يمكن الأصحاء نفسهم ما بيحققوهاش. رسالتنا الإعلامية في ملف ذوي القدرات الخاصة هي مساهمة إن احنا نساعد في دمجه مع المجتمع، ورسالتنا الإعلامية بشكل بسيط إن احنا نقدر مجهود الناس دي، وهم فعلا كتلة من الأمل ومن النشاط، وفي حاجات كتير قوي، قطاعات كتير قوي هم فعلا قدروا يبروزوا قدراتهم فيها. بنقول إن حديد المصريين وطبعا الأستاذ أحمد أبو هشيمة، وده مش كلام دعائي، ده أنا لمسته بالفعل، إن هم فعلا 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 قدروا يقولوا إن رعايتنا للفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يعني في كرامة وفي احترام وفي شكل في دعم مادي ودعم نفسي ودعم معنوي، هو ده اللي بيقول لكل الناس إن احنا فعلا يعني عندنا قدر كبير قوي من الثقافة. الوقوف إلى جوار ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم من قبل الدولة أو القطاع الخاص هو هدف أسمى لدمجهم في المجتمع، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. أحمد فرج، أون لايف. وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن لن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. خلال استقباله رئيس زامبيا السيسي يؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من التجمعات الإقليمية الإفريقية التي تجمع البلدين. رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد الجاهزية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. العباد يؤكد أنه سيستعيد المناطق الحدودية الواقعة تحت سيطرة الأكراد قريبا ولكن دون عنف. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. موجز لئام وآخر الأخبار على رأس الساعة.